مرحبا بكم في عدد جديد من الأحد الرياضي اللي يعود مع عودة نشاط رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم واللي توقفت مدة 5 أشهر في أجواء استثنائية. تعرفوا الكورونا سخانة كبيرة، أيضا أيامات عيد. بالمناسبة نحب نهنيكم بالعيد، كل عام وانتم حيين بخير وإن شاء الله ربي يحييكم لمثاله. الرابطة المحترفة الأولى البارح إذا استأنفت النشاط مع الجولة 17. تشوفوا الفقرات، فقرات الحصة. قبل ما نرحب بلي كرونيكور اللي باش يرافقوني ويرافقوكم الليلة في الأحد الرياضي، تفضل. إذن في حصتنا الليلة حوار مع السيد وديع الجري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، البروتوكول الصحي، القوانين الجديدة وتشجيع النوادي. مع استئناف نشاط رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وفي الجولة 17 في أعلى الترتيب، الترجي الرياضي التونسي يعمق الفارق إلى مستوى 12 نقطة عن الملاحق النادي الصفاقسي المتعثر في تطاوين. وقمة بيضاء بين الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي في أسفل الجدول، أكبر مستفيد نجم المتلوي اللي غادر المرتبة الأخيرة. أزمة النادي الإفريقي متواصلة بعد سقوط قائمة البغديري. نرحب إذن بلي كرونيكور والمحللين اللي تعودتوا بعهم في الأحد الرياضي، الكابتن خالد حسني. مرحبا سي خالد. مرحبا بيك ومرحبا بالحضور، وعيد مبارك وسنين دائمة لكل المشاهدات والمشاهدين في داخل الوطن وخاصة خارج الوطن. باقي ننساوهم؟ لا ما ننساوهمش، خاطر هما ما ينساوناش وديما متبعين ومواكبين. عربي الوساتي زميل الصحفي، مرحبا. مرحبا بك رجاء، مرحبا بالحضور وعيدكم مبروك وعيد مبروك للمشاهدين الكل. خالد المولهي كالعادة ترجع للأحد الرياضي وتواصل معنا. مرحبا. مرحبا بك رجاء، مرحبا بسادة الحضور، سادة المشاهدين، وإن شاء الله كل عام والشعب التونسي بخير. يعيشك. التعزيز الجديد في نهاية هذا الموسم هي عودة للأحد الرياضي مع الماتر فتحي المولدي. سعداء أنك تلتحق بالأحد الرياضي، أنت زميل صحفي وماتر ومحلل رياضي، ما شاء الله عليك من مجاميع ماتر. يعيشك رجاء، عشرة كبيرة بالطبيعة. نحييو السادة المشاهدين والمشاهدات، مش نقعد كما الكابتن خالد. والله عيد وسخانة وكورونا وكورة، برشا حاجات معناها في نفس الوقت. دونك الكورة رجعت في ظرف استثنائي، ورينا حتى الجولة كانت جولة استثنائية طايحة أكثر من الواقف بالسخانة هذه وبالظروف هذه. على كل إن شاء الله نعديو حصة وليلة باهية ان شاء الله، وان شاء الله اكيد تكون نهايه موسم خال من الكورونا. ربي يحفظ بلادنا ويحفظ كل الشعب التونسي. قبل ما نمشيو مع البطوله السنه ومع الاستئناف، هات نرجعوا نتذكروا، قلنا 5 أشهر نعاودوا فلاش هكا، نرجعوا وين وصلنا، وين وقفت البطوله يوم 23 فيفري مع الجوله 16، 160 يوم او 159 يوم بالتحديد عن توقف البطولة. نرجعوا نتذكروا أهم أطوار المرحلة هذه مع الزملاء حمودة بن سليم وعمر مالك. أخيرا رجعت البطولة الوطنية لكرة القدم لنشاطها. النجم نقولوا مبروكة لأن الناس قربت تنساها، بما أن فترة توقف البطولة أطولت أكثر من لازم، دامت 159 يوم، أي 5 أشهر و9 أيام، من 23 فيفري 2020 ل1 أوت 2020. السبب الكورونا. الكوفيد 19 خلت بطولة 2019-2020 تصبح الأطول في تاريخ كرة القدم التونسية، بما أنها انطلقت في 24 أوت 2019 باش تشوفها في 20 سبتمبر 2020. بطولة خليناها في الجولة 16 أي الثالثة إياب. الترجي كان هارب بالمرتبة الأولى ب 44 نقطة وب 10 نقاط على ملاحقه المباشر سي اس اس. في المرتبة الأخيرة النجم المتلوي ب 10 نقاط ومعه أكثر من فريق في منطقة الأخطر، نادي حمام لنف، اتحاد تطاوين، جي اس كا وسيابي. البطولة ترجع ومعها تغييرات على مستوى الإطار الفني لخمسة فرق. في النجم الساحلي نوفل الإشبيل عوض قيس الزواري في انتظار لومير بنعم أو لا. في اتحاد بن قردان رمزي جرمود ابن الفريق ياخذ مكان نضال الأخياري. في أسفل الترتيب 3 فرق بدلت إطارها الفني على أمل إحداث رجة أو لنقل الشروع في بداية الإنقاذ. النادي البنزرتي اختار زياد العروسي لتعويض سفيان الحيدوسي.
الشبيبة عاولت على نور الدين النابلي لخلافة رفيق المحمدي، ونجم المتلوي استعاد محمد الكوكي على حساب ماهر الجيزاني لتصبح ثلاث فرق فقط محافظة على ممرنيها من بداية الموسم: الترجي، الإفريقي والاتحاد المنستير. كل فريق من ثلاثة حقق أرقام. الترجي بقيادة معين الشعباني دون هزيمة، 14 انتصار وأحسن خط هجوم ب 32 هدف. الإفريقي مع الأسعد الدريدي أحسن خط دفاع بسبعة أهداف فقط. الاتحاد المنسيري تحت إشراف الأسعد الشابي مثل مفاجأة الموسم، مرتبة ثالثة والبقية تأتي. إذن خليني أبدأ بك أنت الماتر، بما أنك ضيفنا اليوم. عودة البطولة مع تباين الأهداف والغايات، بأي حال ستعود هذه البطولة؟ والله إيش نقول لك، هل كان من الضروري أن تعود البطولة؟ فما السؤال يزمو يطرح، هل كان من الضروري أن تعود البطولة وهل كان من الضروري أن تعود توا؟ لأنه يعني برشا بلدان رجام في تعرف وقفوا البطولة متاعها، وبرشا رجعوا لعبوا وكملوا وفي الموسم نتاعهم. نقوروا احنا اليوم في وضعيه ما نعرفوش يا بدايه موسم يا باش ننهيوا موسم في اي الظروف. انا شخصيا لو كان جات نعطي رايي كنت نقول تقف البطوله مع الترتيب اللي موجود، ما ينزل حتى فريق ويطلع زوج فرق الاخرى، الترجي بطل ما ينزلوش، هذا موقع فيه ربما الجزائر ايضا في عديد البطولات. احنا قداش مرة وصلنا عملنا من 14 ل16 لأسباب ما عندها حتى علاقة بالكورونا، لأسباب الناس كل تعرفها، مرة لأسباب سياسية، مرة لأسباب اجتماعية، مرة لأسباب تاع غضب إلى آخره. لكن القرار اتخذ، مش معناها القرار خايب، لكن القرار اتخذ. مثلا احنا ديما نتبعوا فرنسا، في فرنسا ما رجعتش البطولة، فرنسا رجعوا مقابلة كأس. والغريب أنه فرنسا البلاد الوحيدة في الخمسة البطولات الكبيرة اللي ما رجعتش البطولة، رجعت بالجماهير أيضا، رجعت فما جماهير، جانب الجماهير يحضروا مثلا في النهائي الأخير حضروا جانب الجماهير. دونك فيه نقاشات كبيرة أنا اللي راه وأنه ما تغير حتى شيء، مش يتعبوا الفرق بشكل كبير ياسر، مش يتعبوا المسؤولين. الجامعة ما قصرتش، وفرت لهم الأموال باش نجم تعمل فرق تربصات، ولكن بأي حال عادت البطولة. رينا اليوم عادي رجاء، معناها الناس تلعب في 42 و43 سخانه، رينا الطايح اكثر من واقف، رينا مقابله المتلوي اللي تفرجنا فيها كل درجين ربع ساعه تقف لانه ظروف غير انسانيه غير عاديه بطبيعه الحال. هذا ظروف الطقس ونعرف اوت في تونس. انا كنت نطرح السؤال بجديه، هل كان من الضروري ان تعود البطولة؟ انت حكيت على الجانب الصحي ماتر، انا لهنا عربي يعني برشا تساؤلات على عدم لعب المباريات في الليل ما دام جبد هو على السخانه، خاصه الملاعب اللي فيها اضاءه في الليل. شنو رايك حتى على مستوى الامني؟ معناها توا ويكلو، معناها ما فماش اشكاليات كبيره على المستوى الجماهير. هو شوف خلينا نربطوا اليوم، الجامعه التونسيه كره القدم عملت بادره باش المباريات الكل تكون منقوله بصفه مباشره، يعني التبذل الوطنيه تتولى نقل كل المباريات نتاع البطوله، لكن هذا صعب التطبيق لانه في تونس ما عندناش ملاعب قادره باش تحتضن مباريات في الليل. اليوم كنت تسمع تقريبا قبيله في قيس الرجاز يحكي نتاع المكتب الجامعي، المكتب الاتصال نتاع المكتب الجامعي، قال الى حد اللحظه فما زوز ملاعب فقط قادره لاحتضان مباريات ليليه، اللي هي ملعب المنستير اللي احتضن اليوم مباراه نادي الافريقي والاتحاد المنستيري، وملعب رادس. بالنسبه لملعب طيب المهيري ما فماش فيه اضاءه، يعني اليوم ما نجموش نحكيو على برمجه نتاع مباريات في الليل. ثم انه زاد توفر انت الفرق باش تلعب 8 و9 و9 نتاع الليل، تعطيها ظروف خير برشا من فرق اخرى تلعب مساعتين وما ثلاثه. نربط مع كلام الماتر، اليوم عوده البطوله هي شر لابد منه، لانه علاش؟ ممكن قلناها قبل في بلاتو ماتر، العوده متاخره لانه الحاله الوبائيه في تونس ما كانتش تستدعي كون نعاون نرجعوا في البطوله في 2 اوت. مكتب الجامعي الناس كل قدم ثلاثه مشاريع لاستئناف البطوله، منهم مشروع باش نرجعوا شهر قبل. لكن وقت معناها السلطات الامنيه في تونس وزاره الصحه رات انه من الاحسن من الافضل كون نزيدوا نتريثوا اكثر، لانه كانت قبل الناس كل عايشه حاله نتاع بانيك وخايفين للحاله الوبائيه في تونس لا قدر الله تتعكر. لكن ما صارش للاسف، رجعنا لرجعه البطوله، درجات حراره قياسيه، كورونا بدات ترجع ان شاء الله ربي هذاك حد الباس معناها. يعني اليوم كما قلنا برشا خيارات صعيبه، ما فماش، ما عندكش برشا حلول. ما تنجمش انت اليوم
تلزم الأندية باش تعتمد الترتيب اللي وقفت فيه البطولة، لأنه فما برشا فرق باش تظلم. صحيح المتر قال ما تنجمش مثلا تتنحي النزول، لكن فما فرق ما هي ضامنة مشاركة في مسابقات إفريقية وتحب تنقذ الموسم نتاعها. ربطنا حتى بتزير، تزير اليوم فما تظلم كبير من الأندية الجزائرية، فما فرق خسرت البطولة وهي فارق 3 نقاط على المتصدر الحالي. يعني الحقيقة اليوم احنا مجبرين باش نكملوا، مشينا في خيار من الاول اللي هو البطوله لازمها ترجع، دونك توا نحن مازال في دينا شهر ونص نحاولوا نكملوا البطوله كيما نجموا نكملوها، نحاولوا نراعيوا الحاله نتاع الملاعبيه ونتاع الفرق، لانه اليوم الحقيقه طقس معناها نحن جينا اليوم لان دخلنا البلاتو كنا في حاله يرثى لها، فما بالك بملاعبيه اليوم تلعب في درجه نتاع حراره 40، يعني اليوم حتى في مباراه المستير تقريبا شفنا شويه كوره كيف النصف الثاني نتاع الشوط وقت دات فما حاله نسمه تحركت في الميدان، الحقيقه ظروف صعيبه برشا. والله يا عربي سامحني يا رجاب، فما مصلحة بعض النوادي باش تتعدى وباش فما مصلحة عليا، فما مصلحة عليا نحطوها فوق في الميزان فورس ماجور وقهر. بطبيعتي هي الدولة التونسية وعديد الدول صنفوا الكورونا كظرف قاهر، معناها قوة قاهرة. هي شنو على خاطر معناها كاس كذا، فما مصلحة عليا معناها عيب. شوف معناها باش نعملوا نكملوا موسم 10 جولات ثم باش ندخلوا في موسم آخر في ظروف استثنائية مع الأسف. أنت قلتها ما حبيتش نقولها أنا، ولكن الكورونا رجعت، هاي رجعت الكورة ورجعت مع الكورونا، هاي تنجم بعد جمعتين الله لا يقدر بطبيعة الحال تقف الكورة، نوقف الكورة. معناها أنا كنت نقول فما قرارات رجاء موجعة لازمها تتخذ. أخي في فرنسا وقف البطولة يا أخي، هاوكا الأربع بلدان أخرى معناها نتاع لي غران شامبيونان كملوا، فما قرارات موجعة لازمها في وقت ما تتخذ. على كل هو قرار يحترم، الجامعة حطت الإمكانيات، ولكن أنا من وجهة نظر متاعي هذا جانب غير إنساني تماما راعي صحة الملاعبية. أنت قلت وتحدثنا على البطولة توقفت، لكن نشاط الجامعة التونسية ما توقفش. برشا إجراءات كنتوا تحكيوا على البروتوكول الصحي، على القوانين الجديدة الاستثنائية، حوار خاص لرئيس الجامعة السيد وديع الجري، ثم نرجعوا نناقشوا الجي في الحوار مع أنيس ماجري، مكرم حطاب، أمين بن أحمد. ساعة بور كومونسي انا نحب نترحم على الناس اللي توفات من جائحة الكورونا، وان شاء الله الناس اللي مازالوا بوزيتيف ان شاء الله ربي يشفيهم في اسرع وقت ممكن، وان شاء الله ربي يبقى علينا الستر وفي مستوى تونس وفي مستوى العالم كله نرتاحوا من هالجائحة اللي اكيد عطلت الانشطة الرياضية في كل العالم، ولكن عطلت وكانت عندها تداعيات اقتصادية مالية واجتماعية في العديد من الدول، لعل من اضعفها تونس والحمد لله لان الجائحة ما كانتش كبيرة، ولكن ان شاء الله ربي يبقى علينا الستر في المستقبل. كما تعرفوا نحن حضرنا تروا بلان في البريبريز ا وبي وسي، واتفقنا مع الدوله على اساس انه ان ادبت البلان بي اللي رجعنا فيه الكره بشكل رسمي في نهايه جوان من البلاي اوف نتاع الرابطه الثانيه. بالمناسبه نحب نهني الاولمبي البيجي ومستقبل الجيش لصعودهم للرابطه المحترفه الاولى، وان شاء الله حظ اوفر لخواف القفصه واولمبيك سيدي بوزيد. وبالنسبه للاتفاق هو انه نرجعوا برمي دو اوت بالنسبه للرابطه المحترفه الاولى، واتباعا نرجع لبقيه الاقسام في سبتمبر ان شاء الله. احنا اخذنا كل الاحتياطات الوقائيه اللازمه وخرجنا للكتيب بتاع البروتوكول سانيتير واعطيناه لوزاره الصحه، وصارت الفاليداسيون بتاع البروتوكول بتاعنا. بالمناسبه نحب نشكر ادارات الصحه، ادارات طبيه وشبه طبيه واعوان واداريين على اللي قاموا به وعلى تفاعلهم وتعاملهم معنا بشكل جيد اللي خلى النشاط الرياضي يرجع بطريقه منها سليمة والحمد لله إلى حد الآن. ناهيك إنه بخلاف البروتوكول سانيتير عملنا لي تيست في 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 الرابطة الثانية للناس الكل، عملنا للحكام الكل، وتو عملنا زادة كمان للكومبليمون في الحكام الكل، والبقية اللاعبين بتاع الرابطة المحترفة الأولى تشاورنا مع وزارة الصحة. وقت تقولنا وزارة الصحة أعملوا لي تيست نعملوه، وقت تقولنا وزارة الصحة راهم لي تيست مبدئيين ماهمش لازمين ما نعملوش، دونك راهم لي تيست نعملوهم أو ما نعملوهمش بأمر وبتنسيق من وزارة الصحة باش تكون الأمر واضح. باراليلمون صح عملنا تكوين للحكام، للقوانين الجديدة نتاع التحكيم، للقوانين الرياضية وللاحتياطات الصحية اللازمة، وعاوننا رابيل ورابيل ثاني للجمعيات في كل ما يتعلق بالبروتوكول سانيتير. حدثنا خطة جديدة اللي هي لو كورديناتور ميديكال، المنسق الطبي، ثم طبيب باش يكون موجود في كل ملعب ساعتين قبل المباراة يشرف على تطبيق البروتوكول سانيتير، وإذا كان لا قدر الله ثم جمعية لم تلتزم به ثم تداعيات قانونية
علاش احدثنا قوانين جديده. القوانين الجديده نتاعنا اساسا هي وقائيه ماهيش ردعيه، صحيح فيها خطايا ماليه ولكن اللي ما يغلطش ما يتخطاش. دونك هي قوانين وقائيه نحبوا ننبهوا، لان الامر راهو ماهوش بالسهوله، ماهوش هين بالشكل هذا. لازم العباد الكل تنضبط للبروتوكول سانيتير باش العباد الكل تكون معناها في صحه جيده، وما يكونش الفوتبول لا ضحيه نتاع كورونا ولا يكون لا قدر الله واحد من المجموعه اللي موجودين غادي يكون بوزيتيف وينشرها خارج اطار الملعب. اليوم الوي كلوب باش يكون ستريكت، وهنا نحب الجماهير الرياضيه والجمعيات يتفهمونا، راهو ساعه لساعه الاحتياطات تكون لازمه جدا، والوقايه خير من العلاج. هكا علاش الوي كلوب يكون ستريكت. نحب نطلب الجمعيات الرياضيه من الحكام ومن الجماهير الرياضيه، راهو القوانين اللي عملناها باش تكون صارمه، يعني نهار باش نلقاو 35 طرف من انسان موجود في الملعب تجرى المباراة، لا قدر الله الحكم يلقى تواجد جماهير ما حبتش تخرج، راهو باش يمهلها 10 دقائق ثم باش يزفر نهاية المباراة، والفريق الذي لا ينضبط لقرار التحكيم الحكم راهو باش يخسر المباراة نتاعو. كيف كيف إذا كان في الأثناء في وسط المباراة يكون ثم تجاوز ويدخلوا جماهير والمهلة تتجاوز 10 دقائق، كيف كيف المباراة يقع إيقافها ويكون معناها مصير الفريق الانهزام او الهزيمه. تقول لي ربما الحكام ما يعملوش الشيء هذا، ها وانا قلتها في اجتماع وعاود نقولها على الملأ، الحكم الذي لا يطبق ما طلب منه من صرامه في هذا الميدان مع اي جمعيه كانت راهو باش يكون هو محل عقوبه، راهو كاريره تنجم تتمس بشكل كبير برشا سواء كان على مستوى محلي ولا على مستوى دولي. الصرامة هذه كلها شنية؟ هي الهدف نتاعها شنو؟ هو هدف وقائي، يعني احنا من الشمتين في العباد، ولكن هي صرامة في مدى تطبيق كل المعطيات ذات الطابع الوقائي الصحي، وكل من ذلك البيكلوستريكت، ومن ذلك معناها احداث الخطط نتاع الكورديناتور ميديكال وغيره. طلبناه من الإدارة الوطنية للتحكيم. اليوم نهاية السيزون نعرفوها ديما سخونة شوي، سخونة شوي رياضيا، سخونة شوي تحكيميا، ثم ضافوا زوج معطيات اخرين اليوم، هو مش تكون ثقيله شويه ماديا على الجمعيات نظرا لايقاف البطوله مده طويله برشا، دونك ربما السبونسور وحتى التلفزه وغيره وغيره ما ثماش عائدات حينيه. عاوننا باللي نقدروا، ابريتو الفيدراسيون مش اورغان دي فيونسمون، ولكن عاوننا بالقدر المطلوب ان شاء الله. ولكن ثم عبء مادي على الجمعيات، وثم عبء اخر هو العبء الصحي والهجس الصحي، وبالتالي طلبنا من الإدارة الوطنية للتحكيم انه سقف الحضور الذهني البدني والفني من الحكام مطلوب، ورانا مالوروزمون بور او بوتيتر ماهوش بريسيون، ولكن لا قدر الله راهو تكون اخطاء جسيمه كبيره برشا. راهنا اذا كان عملنا في كامل الموسم ما عملناش تشهير ببعض الاخطاء التحكيميه، راهو في اخر الموسم لا تسامح في ذلك، وكل انسان كيما الجمعيه مطالبه باش تعمل تربصاتها وتحضيراتها على اكمل وجه. نحن ان شاء الله نكونوا قمنا بالشيء هذا مع حكامنا، وهم زاد مطالبين باش يكونوا في فورمه ويكونوا حاضرين على جميع المستويات باش يحفظوا حقوق الناس كما يجب، وما يزيدوش حمل اخر على الحمل الموجود بطبيعته، هالستريس اللي موجود في البلاد وفي الكوره وفي غيره جراء الكورونا. احنا في بمناسبه عوده النشاط نتمنوا انه كل الجمعيات تكون حاضره، هي زاد بالكدا ان شاء الله نهايه موسم تكون متطابقة من حيث الأهداف اللي رسمها، إن شاء الله كل جمعية رسمت أهدافها لقاتها بريتو في الآخر باش يكون لي ثم صح مرتبة الأولى ثانية ثالثة رابعة يعني سيدي سويت، ثم زوج جمعيات باش تطيح. احنا حاجة من الحاجات اللي عملناها إنه أضفنا خذينا أون شارج ستاج لكل جمعية، صحيح هو ماديا مش حاجة كبيرة برك، ولكن رمزين باش حتى الجمعية اللي ما عندهاش من الموارد ما يخليها تحضر، على الأقل نخليو كل الجمعيات انهم عملوا لي دو ستاج نتاعهم باش حتى الرياضيين يكون معناها لي شانس سون ايغال من حيث معناها الاعداد البدني والفني. ربي ان شاء الله يبقي ستر على الناس الكل، ان شاء الله نهايه موسم ناجحه لكل الانديه، وان شاء الله نكونوا ساعدناهم بالقدر المطلوب، ونحن انا مواصلين معاهم، وكان ثم حاجات معينه ان شاء الله ندخلوا نساندوهم ونساعدوهم باش في الاخر الناس الكل تنهي موسمها في احسن الظروف ان شاء الله.
كما قال الدكتور وديع الجريرة بيسر بلادنا خاطر الكورونا رجعت بقوة والوضع الصحي ولا حرج ونعوله أكيد كلنا على الوعي الذاتي ما فماش غير الوعي الذاتي ونتعايشوا مع هذا الوباء مع الأسف. كابتن نمشي معك أنت كنت تسمع وتشوف وتبعت البطولات الأوروبية شنو رأيك بالمقارنة مع البطولات بالنسبة للبروتوكول الصحي اللي حطته الجامعة؟ أنا مش أخو أخي كلمة تعسي ودي الجيري في أحسن الظروف ولكن أنا مش نزيد حاجة أخرى الممكنة لأن احتواء هذا الفيروس ولو صارت مغالطة كبيرة في تونس قولوا بصراحة قالوا سيطرنا على الفيروس ولو أن الإنسان يزمو يسيطر على حاجة يعرفها أنت ما تعرفوش الفيروس هذا الميوتاسيون تاعه والتطور تاعه من ساعة لساعة هذا من ناحية. إيه ما جات فترة سيطرنا. لا ما سيطرناش خاطر الفيروس عايش معنا عايش في كل بلدان العالم لم يغادرنا هاو أكتشوفوا توا والعلماء والناس نتبعوا فيهم قالك يفافوار روبان فيرال دوزيام روبان فيرال إحنا شغلي حضرنا لماسك والجيل أكتشوفوا لقرون سيرفاس شيء ما فيها وهنا والله هذه فرصة لحد رياضي والناس تسمع فينا يعيشكم الالتزام بالوقاية الصحية اللي هو سهل هو ماسك وجيل انا والله العظيم والتباعد زاد في شو الاماكن العامه التباعد في السيف التباعد الجسدي في السيف صعب وصعب جدا عروسات وامور وكثرت في تونس البوس والتعنيق والمصافحه وسيي وكاين ربحنا الفيروس زينكم ديماندي ودي واحده واحده يا اخي احنا عايشين في كوكب زحل احنا سيطرنا عليها ورجعت لا ما سيطرناش يا رجاء هذا راي لم نسيطر المطارات هو اللي فتح المطار شو هو اللي رجع الفيروس لتونس انا هذا رايي لم نسيطر عليه اذا امريكا وروسيا واليابان وكوريا الجنوبيه الشماليه لم تسيطر على هذا الفيروس والشين كيف نحن سيطرنا عليه وهما يا خالد ما عندهمش لا هما ما عندهمش سيدي محرز سيدي منصور صحيح احنا فين نمشيو قد لانه فعلا في تونس ربي معانا راهو معناها معجزه اللي واقع في تونس وان شاء الله المعجزه الى حد الان الحمد لله ربي يحمي بلادنا وعبادنا الخسائر لازم نحميو رواحنا كما قالت قبيله الوعي الكلمه ذي الوعي ستانفو بروبليم ما تعملش على الوعي الجماعي عمل على الوعي الفردي نرجع تو القرارات الجامعه كيفاش تحكم عليها والله قرارات باهي هو ولو التعامل مع ولو الاولاد من الاول تتكلموا لو ان الوضعيه معقده يا متر يا عربي معقده جم معناها تداعيات هذا الكوفيد 19 على العالم اجمع على الاقتصاد خاصه في العالم اختاروا بين ليكونومي ولافي اختاروا ليكونومي خاطر اذا انت مش تقعد باقي في هذا كونفينمون فات الحياه وفات الدنيا وكذا دونك نفس الشيء المعادله صعبه وصعبه جدا احنا بالنسبه للرياضه صحيح الجامعه معناها ساهمت بقسط كبير في الاعداد وكذا والاعانات وكذا وكذا وعملت ترو بروتوكول البروتوكول الاخراني معناها هذا البروتوكول الاخراني جاء في وقت كما قلتوا انتم جاء حرايمي الغول رجع بوتليس رجع شو مش نعملوا له تو بوتليس اللي جاء تو فهمتي ارجع ايه تو دا كوردو علاش قلت انا معناها الظروف الممكنه لاحتواء مش احتواء هي احتواء خلينا نقوله تبقى انا عندك 10 ماتشوات يا متر دي ماتش وتعرف احنا فما ناس يقول لك اخويا انا مازلت عندي فرصه معناها الشامبيونز ليغ او باش نمنع معناها القرار كان صعب وصعب جدا الانسان يزمو يحط نفسه في المكان هذاك كيفاش ياخذ القرار واخذ القرار تبقى صحيح كلامك اللي جات الحراره جات الكوفيد جات الامر ونعرفوا احنا ان هذا الكوفيد اثر على الريتم بيولوجيك على الساعه البيولوجيه تاع البدن وفرض علينا نمط حياتي جديد وريناه شنو هو الاضطرابات تاع النوم تاع القلق تاع الاكل تاع كذا اثر على الملاعبيه الاكثر على الاقل اليوم نشوفوا هذا الكل هذا الاستنتاج شوفوا الملاعبيه اليوم في التيرا وخاصه مع الحراره مع قلة التدريب ومع كذا لو انه كابتن ما كناش نشوفوا في حاجه خير قبل راهو زاد لا شو لا 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 في لا 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 شو مختلفه برشا لا الحقيقه الريتم هو بيدو لا هو اي عربي فماش فرق خويا يا عربي سنه عاد نفسر لك احنا ما لعبناش في اوت في 42 دقري كنا في جوان
عايش خويا، معناها وقت تلعب انت في اوت ومع هالحراره ذي وتعرف انت الحراره ذي معناها عندها مشاكل كبيره وتبعات كبيره، وخاصه الحراره ذي تعمل لك التعب العام. اذا البدن تعب ينفتيك جنرال بعد ما تتعب تصير الاصابات، وليست حكرا على تونس، تبعت البطولات الاوروبيه في برشلونه في بايرن كل ما يبدا اول جمعه ساقطت كالاوراق الخريف. دونك معناها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معناها الكوفيد هذا ما يزيدش. هذاك اللي نتمناه معناها بالرغم من الاداء، مع كل ماتش باش تحكي راك على هذا. نعرف نعرف تو الاداء راهو، اسمع الاداء باش تكذبوا على الناس كان مش نقولوا الاداء مش نحلوا مباراه كره قدم، هذا بكل صراحه مش نقولها انا، فهمتني؟ مش نقولوا استنتاجات هكا الاكثر الاقل. على كل هو الرئيس الجامعة أحكي بصفة ضافية على كل هذه هذا البروتوكول وهذه القوانين الجديدة. هاوش مشيو للبطولة اللي قلت لي ما نجمش نحكي عليها، لكن باش نحكيو عليها. لا مش ما نجمش نحكيو عليها فنيا، معناها فنيا تقصد ما تنجمش نحكيو عليها على الرجوع خاصة بعد هالراحة السلبية في إطار آخر. أكيد الجولة إذن 17 والرابعة إياب، البداية باش تكون مع المتصدر الترجي الرياضي التونسي اللي كان أبرز مستفيد من خلال هذه الجولة بعد تعثر ملاحه المباشر النادي الصفاقسي واكتفائه بالتعادل. إذن الترجي كان استقبل مستقبل أسليمان وفاز عليه. نرجع بأكثر تفاصيل مع ربيع بوغان، معاد في جبالي، مكرم حطاب، أسامة بن حميدة. ثاني مواجهة بين المتصدر الترجي الرياضي ومستقبل سليمان لحساب البطولة، وغيابات بالجملة في صفوف الفريقين. الثنائي الجزائري محمد أمين توغاي وعبد القادر بدران لأول مرة في محور دفاع الترجي. لعبنا تروا كات ماتش أميكال كيف كيف، إن شاء الله نقدموا صورة أحسن من اليوم. ظن أنه مش سهل يكون بير جديد ما لعبش ديجا مع بعض، ما لعبناش احنا ديجا جامي كنا كيف كيف. الحمد لله قدمنا اللي يلزم علينا وإن شاء الله نزيد نقدموا أحسن إن شاء الله. الحكم الصادق السالمي في إدارة المباراة، أولى الفرص الاختيارة كانت من جانب الضيوف، رشيد العرفي ويسدد الامتياز لحارس الترجي معز بن شريفية. إجابة المحليين كان وراءها الثنائي الجزائري عبد الرحمن نزيان في التحضير وعبد الرؤوف بالغيث يسدد دون خطورة على مرمى المحوش. 12 دقيقة لعب، رشيد العرفاوي من جانب مستقبل سليمان يعمل الفارق على الجهة اليسرى لدفاع الترجي، كرة توصل للتجاني أنان والبقية واحد بلاش لأبناء المدرب سامي القفص. ردت فعل أبناء المدرب معين الشعباني مبطتش برشا، محاولة أولى مرت على إثرها رأسية توغاي جانبية، المحاولة الثانية تمكن على إثرها حمد الهوني من تعديل النتيجة بعد توزيعة ممتازة من سامح الدربالي في 19 دقيقة لعب. حمد الهوني خلي مكانه بسبب الإصابة لبلال بن ساحة في توقيت 28 دقيقة لعب. الترجي رفع في النسق تدريجيا وطه الخنيسي ترجم العمل الجماعي الفريق ويضاعف نتيجة في 34 دقيقة لعب. اثنين واحد تقدم الترجي الرياضي على حساب مستقبل سليمان في 45 دقيقة أولى. الشوط الثاني كان فيه الترجي أفضل من منافسه على مستوى التحكم في الكرة وخلق الفرص. يوسف المصري طالب بضربة جزاء ما فما شيء حسب تقدير الحكم الصادق السالمي. في الجانب المقابل فإن مستقبل سليمان كان في كل مرة خطير على دفاع الترجي. الترجي عرف كيفاش يجري نسق ويحافظ على تقدمه في النتيجة وكان الأخطر رغم قلة الفرص في الشوط الثاني. عبد الرؤوف بلغيت يسدد، عزيز بوسطة كاد يباغت حارس مرماه لولا العار. لقاء انتهى لصالح الترجي الرياضي امام مستقبل سليمان بهدفين مقابل هدف ليحافظ الترجي على الصداره. نقولوا الحمد لله احنا اليوم خدينا لي 3 بوان تاعنا، 3 بوان مهمين باش نكملوا معناها الباركور تاعنا في الصداره. سي فري مازالوا فما برشا ماتشات، فما ايكيبات الكلهم موتيفي، فما ايكيبات تلعب المانتيان، فما اللي مازال شكون يلعب على الشامبيونات،
مازالوا معناها البلايص نتاع تشامبيونز ليغ نتاع الكاف، دونك ما فماش ماتش باش يكون سهل. نحن حاضرين باذن الله قاعدين نخدموا. مقابل وجه طيب في العموم لمستقبل سليمان يؤكد المردود اللي ظهر به الفريق منذ بدايه الموسم. اليوم كنا في المستوى، معناتها سمعنا كلام الكوتش، طبقنا اللي لازم يتطبق، عملنا ما اونتام باهي، ماتش باهي. بون بعد شويه كونسنتراسيون خلتنا نقبلوا الزبونتوات مش في وقتهم. مي الحمد لله الحمد لله قاعدين ماشيين في تحسن. معليش علاش نحشموا بالخساره هذيك، انا نبنيو عليها حتى في التابلو نتاعنا نتاع لي ماتش. الشامبيونان نتاعنا مازال طويل، مازال 9 ماتش افيك دي كونكورون ديريكت على المراتب اللي احنا لوبجيكتيف نتاعنا مع الهيئه المديره نتاعنا باش نكونوا في مراتب باهيه ونخدموا على ربحنا. وهاكم شفتوا حتى الاولاد ما قصروش، قدموا مباراه باهيه وان شاء الله اللي جاي خير. كابتن، مباراة ما فيهاش برشا حسابات، لعب مفتوح من الفريقين. هات نبداو بالترجي، خط وسط ميدان جديد، اكس سنترال زادة، يعني تغييرات في التشكيلة. شو الترجي ولو تكون تغييرات معناها ترجي معناها اللي كيفاش يقولوا اللي يحضر يززي. ولكن خليني نبدا بسليمان، الله يعطيهم الصحة سليمان، بالرغم الغيابات. الغيابات غيابات على سليمان باش لا 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 خطي. نبدا بالفريق الفائز، لا اكيد على مردود سليمان مش فائز ولا كذا، هو تحليل معناها فهمتي الاكثر ولا الاقل. انت كي تشوف سليمان الفرق الصغرى تؤثر عليها الغيابات، ليس الفرق الكبرى. لما سليمان تشوفها انت غايبه سته ولا قديش وتقدم هذا المردود المحترم والثلاثي انان عرفاوي باسكال شك كانوا خطرا دائما على دفاع طنجي وبعد دفاع الترجي، خاصه لاكس لاسوسياسيون دو لاكس معناها دي زاكسيو ما كانتش هي ناجحه. هنا بديت بسليمان باش نقول لهم يعطيكم الصح، تحب نشوف الترجي نشوف الترجي. الترجي قاد صعوبه من اول مباراه باختلاف فترات باش تخرج الكره باش تلعب. ولكن خليني عاد نكون كونسيكون افيك مو مي باش ما نقولش التحليل، فما عده عوامل خليت الترجي باش تكون في المستوى ذاك، وخليت كل الفرق وكل المباريات باش تكون في المستوى ذاك. كما قلت ان الكوفيد غير اعطانا نمط حياتي جديد بالنسبه للملاعبيه، لا اونترينمون ولا كذا، خمسه اشهر كذا. سيرتو الترجي في البحث على الانسجام اللي عرفناه على مستوى الجماعي. الترجي القاد صعوبة كما قلت لاحتواء هذا الثلاثي. أنا الماتش الكل مش أحطه في الثلاثي هذا، والماتش الكل مش نقول على رشيد العرفاوي وعلى الدربالي لا وعلى الدربالي هما معناها لي زوم دو ماتش ديزون، مش نعطي تيتر الأكثر الأقل. بون جي أنا الترجي لاسوسياسيون تاع توغاي الآخر اسمه توغاي وبدران بدران اسوسياسيون كارثية. كنتشوف أنت الخطر اللي جاء تاع سليمان كله في الأكس، الهدف في الاكس، دوزيام ميتون دو تروز اوكازيون في الاكس، دونك هذا اشكال بالنسبه للترجي ان شاء الله يلقى له الحل. معناها توغاي ما خذاش بلاصه اليعقوبي او شمام، يعني ما كانش افضل اختيار. معناها هو الاكس سنترال كان متعود بثنائي، صار الانسجام والتكامل وكذا، في الاخر يدخل عنصر جديد على الديفونس كلها، اتونسيون سي با اونيكمون بور لاكس، يدخل اضطرابات شويه في لي بوان دو روبي. زيد على ذلك معناها وسط الميدان ما عاونش الدفاع، زيد على ذلك بون تو مش كايني مش نحل مباراة عادية، ماهيش عادية سامحوني، ماهيش عادية فهمتني وبالحق فهمتني ماهيش عادية الأكثر ولا أقل. معناها باش ما نكون معناها صادق معناها مع نفسي، خلينا نقولوا أن سليمان قدمت مباراة محترمة، تكلمت على التريو هذايا، اتونسيون تريو خارق العادة، عمل ديما تقدم مستوى جيد أمام الفرق الكبرى جيد بالرغم كذا. الترجي حاجة تو كي تبدا الامور جماعية ما تبداش، الترجي عودتنا بحاجة اللي هي سي العربي، هي استغلال الكرة الثابتة. ولا كرة ثابتة. معناها حتى ولو أنت تكون ملاعبي مش في فورما، موفي كونترول عادي جدا، باس الادفيرسير عادي جدا بالنسبة للواحد الكل، ولكن قداش من كورنير وكفران ما تستغلهمش بوان دو تروكاسيون. كلمة على مزيان أساسي البارح، هل لأنه مستواه كان ينجم يكون قادر يكون بلايل جديد؟ شو انا ضد المقارنه، بلايلي يقعد بلايلي، فما شكون عقربي يقعد عقربي ربي يشفيه، تميم طارق هذوما ما فماش مقارنه، مارادونا فماش، هذاك مارادونا واحد كذا واحد. مزيان ما تنجمش تحكم عليه على مباراه، ما تحكمش عليه بتيتر بعد خمسه سته سبعه مباريات باحتمال نجمو نعطيو مقياس للحكم عليه، مقاييس الحكم توا مفقوده. صحيح نجمو نقولوا لان نجم نقولوا بعض الملاحظات الوجيزه جدا
مزيان كمزيان في المقابله هذيك، معناها تبقى ماهوش معيار باش تعطي حكم ونعطيه مقارنه. ظهر ملاعبي عنده في ساقيه، بقى انا نشاطر خالد الملاعبي اللي رمى عمل لي كيف وسامح الدربالي. ما تنساش فك الاربع خمسه شهر كان من الملاعبيه اللي باش يخرجوا خاطر كبر الرويزي وعطى وجبنا النقاز وكانه حاله ضروره على خاطر المباركي مشى، هاي ما لقيناش نحطوه. ملاعبي ملاعبي اسمع كي يعطي الجرينتا والدم نتاعو وتراه فوق الميدان اش يعطي، عيب وان فك الفتره هذيك نتاع شهرين ثلاثه حطيناه في الميزان وحطينا قيمته في الميزان حطينا سنه في الميزان، جاوب على كل جاوب الناس كما يلزم فوق الميدان. سليمان فريق ممتاز جدا، بقى عندي ملاحظة رجاء أيوة. وأنهي بها، ترجي سليمان لعبوا ذهاب وإياب في راتس أيوة. وهذا مش معقول، هذه توا الجامعة التونسية لكرة القدم عندها السلطة التشريعية في بطولة محترفة تحترم روحها، ما فماش فريق يلعب جوز مقابلات فوق أرض المنافس نتاعو مهما يكون، راهو الترجي ولا الافريقي ولا غيره ولا غيره. قل لي روسيت رانا في بطوله محترفه، لازم نعملوا قانون وانه كل فريق يلعب في الميدان نتاعو، ما نجمش يلعب في يعطي ميدان ثاني 60 كيلومتر 50 كيلومتر. اما راهو ماهوش عادي، راهو ماهوش عادي ومش باهي ومش حلو، وانه تلعب ذهاب واياب ضد نفس الفريق. انا سليمان حرمت جماهير سليمان وعنده فريق ممتاز عربي، حرمت جماهير سليمان من طراد ترجي في سليمان، علاش؟ لانه باش تاخذ روسات اكثر شويه وكذا، هذه راهو زي ما تتنحى نهائيا، حبوها محترفه، حبوها محترمه، هالحكايه هذه نتاع فريق يلعب مرتين مع نفس المنافس باش يجيب الفلوس من عنده روسات، راهي عيب في بطوله محترمه. هو احكى عليها ايضا كابتن خالد، رايك نحترموه فقط في 30 سكوند، كلمه على رجوع غيلان الشعلالي وحمدي النقاز الانتدابات الجديده هذه. هو الضرورة تحتم أنه ترجي ينتدب وسط ميدان ولعب مدافع أيمن بعد خروج إيهاب المباركي، خروج بالرمضان، دونك للضرورة ولا حتى يعني أبار الضرورة، زوج لاعبين هذوما يعني يوزنوا لاعبين كبار عندهم مستوى اللي خاولين دوليين اللي عندهم مستوى خاولهم باش يكونوا في الترجي. غيلان غيابه ما كانش موش طويل على الترجي، موسم ورجع النقاز اليوم لو نشوفوا شكون اللي فما اللاعبين على الجهه اليمنى تلقاه من احسن اللاعبين في افريقيا، الزمالك يعني نادي كبير، دونك نتسماو دو ريكروتمون دو كاليبر ان شاء الله يكونوا في المستوى. شكرا ليك. نمشي لملعب حمد العواني القروان، مباراه دربي الوسط، مباراه الاجوار بين الشبيبه القيروانيه والنجم الساحلي، اجواء سخونه برشا وارضيه صعيبه على الفريقين. المباراه مع انيس موسى، عبد المجيد جبيلي، عمر مالك، شكري الفرحاني. بعد 160 يوم الرابطة الأولى ترجع بدربي تقليدي بين جي اس كا وليتوال. القاسم المشترك بين الفريقين هو تغيير الإطار الفني، المدرب الخامس في الشبيبة نور الدين النابلي والمدرب السادس في الليتوال نوفل شبيل في انتظار وضوح الصورة حول عودة الجنرال لومير. هو سيريدا لما حالة قاعد يحكي مع مسيو روجي، لكن احنا توا عندنا ستاف قاعد يخدم على روحه، سي نوفل شبيل مع محمد علي نفخة قاعدين نخدم نحضروا بريباراسيون نخدموا على رواحهم. كون السنة وكان جاء سيروجي نورمالمون اون برانسيب يمكن الجمعة جاء. لقاء القروان خرج بها النجم أكبر مستفيد، بما أن واصل نتائجه الإيجابية في مرحلة الإياب 10 نقاط من 12 ممكنة، ظهور عديد الأسماء الشابة في ظل غياب عديد الركائز، بعد ما أنهى النجم لقاء بتسعة لاعبين من مركز تكوين. كلمة شكر حق معنا اللاعبين الشبان اللي خدمنا بهم الأول واللي عاونونا وعطونا معنا ديناميكية في ليزونترينمون بتاعنا، وان شاء الله معناها بتاليف بها بين اللاعبين الشبان والجوار اللي عندهم خبره نعملوا فريق ممتاز للنجم الرياضي الساحلي. في الجهه المقابله الشبيبه يواصل الخيبات في مرحله الاياب، صفر نقاط ومشاكل بالجمله اداريه فنيه، والسؤال جي اس كا الى اي؟ احنا عندنا اوبجيكتيف بقدره ربي مش نحققوه بالرجال الموجوده وبالعمل وبالجديه، ونوعد انا جماهير الشبيبه تشوفوا الفرق بين قبل ما توقف الكورونا الفريق وبين حاليا. المباراة تبدأ بتأخير بعد إصرار الحكم بن إسحاق على تطبيق لوائح الجامعة حول العودة لنشاط البطولة بعد كورونا.
45 دقيقة أولى كان مستوى متوسط. فرصة أولى للنجم بعد مخالفة من داروين وبها السلامي كورته على العارضة مع 7 دقائق لعب، ويجيب عليها الرمضاني بنفس الطريقة والبلبولي يتألق. انتظرنا دقيقة 38 باش نشوفوا فرصة هامة لجياسكا بعد تصويبة الممتازة للظهير الربعي على العارضة ترجع قدام بوغرة في دين البلبولي، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم المحاولة الأخيرة من زردوم لكن غابت المساندة من زملائه. بداية الشوط الثاني والمدرب النابلي يقحم مهاجم لمجد عامر مكان وسط ميدان بنك. في الحقيقة تغيير خدم الإطوال رغم أنه جياسكا كان قريب من الهدف بعد هجوم من عامر يوزع والكرة تتجاوز بوغر. بعد هالفرصة زملاء البلبولي سيطروا سيطرة كلية، ضغطوا بصفة مستمرة على دفاع الجياسكا وولد عديد الكرة الثابتة. في هالعملية طالبوا بضربة جزاء بعد هالركنية من داروين. العريبي يضيع فرصة افتتاح النتيجة إثر إمداد من أحسن لاعب في هالفترة غونزاليس اللي هو بدوره كان قريب من الهدف بعد تصويبة ممتازة كرته جانبية بقلي. في الجهة المقابلة أبناء الشبيبة ظهر عليهم التراجع البدني وزاد خروج ساسي ودخول صالحي في مكانه نقص من فعالية هجوم الجياسكا. حرر سوما اللي أصبح يصعد بصفة مستمرة للهجوم مع مساندة لكشريدة والتواغلات كوليبالي اللي جاب مخالفة ينفذها داروين بالمليمتر والسلامي مرة هذه كورته في الشباك مع 62 دقيقة لعب وأولى أهداف بها مع الإطوال في البطولة. انتظرنا ردة فعل المحليين لكن الإطوال كان الأحسن والأفضل والنجم أصبح يلعب ضد حارس جياسكا الفريوي اللي أنقذ فريقه من عدة أهداف من أقدام العريبي في أكثر من مرة ورأسية كوليبالي. العامل البدني كان حاسم والربع ساعة قبل النهاية المساكني ياخذ مكان زردو واللي كان مصدر هدف ثاني بعد كرة تبدأ من كوليبالي يخرج إيهاب وتمريرة حاسمة للعريبي يسجل ثاني الأهداف مع 80 دقيقة لعب والثاني ليه الشخصي في البطولة. الإطوال في طريق مفتوح وكرة الثالث تتاح لكريم العريبي ومرة أخرى حارس جياسكا الفريوي يتألق. ورغم دخول لاعبين هجوميين في الشبيبة فإنه ردة الفعل جاءت مع 85 دقيقة لعب بعد مجهود فردي من الصالحي يدخل مع سوما في أول خطأ قام به في المباراة والحكم يعلن على ضربة جزاء. نفس اللاعب يتقدم ويذلل الفارق ويسجل 5 أهدافه في البطولة. رغم قبوله هدف تذليل الفرق النجم يواصل الهجوم ودقيقتين بعد المساكني مرة أخرى حاسم يخرج مواقي معوض كوليبالي يصوب تضرب في سليم باشا والحكم يعلن على ضربة جزاء ثانية في اللقاء وفي ظرف 4 دقائق. داروين يسجل الهدف الثالث 3-1 ويمضي على فوز مستحق للنجم لعب فيه دور الحلول الجاية من البنك وخاصة المساكني اللي عمل ربع ساعة من أعلى تيرس. نحس في روحي لباس إن شاء الله باش نرجع نعاون صحابي نرجع ونقفوا العباد الكل مع بعضنا وإن شاء الله نكملوا العشرة ماتشوات هذوما في أحسن مراتب باش عم جاي نلقاو روحنا نلعبوا على تيتر إن شاء الله. وزاد المدرب نوف الشبيل ينجح في أول اختبار مع الإطوال. الشوط الأول ما خدمناه صحيح، الشوط الثاني صلحنا شوية بين الشوطين وفما مساج وصل للملاعبية توفقنا معنا الحمد لله معنا في صناعة اللعب ولا في صناعة الفرص والكرة الثابتة اللي كانت معنا عنصر معنا خطير بالنسبة لنا. في الجهة المقابلة عديد الأمور لازم مراجعتها في جياسكا خاصة الاختيارات الفنية. بالنسبة للتغيير بنجا اللي هو كما تعرفوا كان راجع من إصابة الأسبوع ذات تخلق قبل دو جور كان يجري في التران بنت عليه للمخلفات متاع الإصابة فيزيك ما كانش حاضر. بالنسبة للمصعب ريتا للاريير غوش متاع النجم الرياضي الساحلي سير لبلون ديفونسيف فهمني مش صحيح مش قوي فهمني مشيت للاختيار متاع ياسين الصالحي لأنه نجم تقول مش يدخل فريشك باي نجم يكون اختيار صائب نجم يكون اختيار غلط. هذيك هي الكرة وذاك هو الشوا متاع لونترونور كما يسيبي نجم يخطأ. قبل ما نمشي للتحليل الفني نحب نقدم تعازينا الحارة للاعب
جي اس كا والليتوال سابقا عبد الرزاق بوزرة وزوجة اللي فقدت والدته اللي هي في نفس الوقت زوجة حافظ أثاث النجم سي الحبيب بوزرة واللاعب السابق للنجم تعازينا الحارة رحمه الله ورزقكم الصبر أيضا تعازينا الحارة للسيد شكري العميري بعد ما فقدت والدته ربي يرحمهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. نمشي معك أنت خالد المباراة إذا النجم يرجع بثلاثة نقاط ثمينة من القروان بالذات يقلص فيها الفارق على ملاحقيه ويظهر لي وجه طيب وعودة طيبة في مرحلة الإياب. صحيح ثلاثة نقاط مهمين برشا النجم الرياضي الساحلي سورتو ضد فريق اللي ورى مستوى جيد على الأقل في الشوط الأول يعني التفكير المدرب نتاع شباب القيروان يعني في الخمسة واربعين الأولانية كان يعني صايب أجبر النجم أنه يلعب ضد يعني ممكن لي برانسيب نتاعه وهي الأتاك بلاسي أجبر باش يلعب الكرة طويلة من ثم يربح الكرة الثانية ويبدأ هو الهجمة نتاعه. دونك شباب القيروان الحقيقة استراتيجية نتاعه كانت لحد نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني كانت ناجحة، بعد ممكن التغييرات حكمت شوية في المجرى نتاع اللعب، كيف النجم الرياضي الساحلي في الشوط الثاني ممكن كان مردود أحسن برشا من الشوط الأولاني مع توفر المساحات مع لوتوريتي تكنيك نتاع الملاعبين نتاعه ومع التغييرات زادة اللي واحد منهم إيهاب المساكني أعطى برشا إضافة للفريق، كان نشوفوا السوارتا ونفهموا شنو هو الاستراتيجية نتاع كل فريق وشنو اللي أعطاه الأسبقية نتاع النجم الرياضي الساحلي. نشوفوا في الصورة الأولى كيفاش شباب القيروان يعني اعتمد أكثر الوقت على أن بلوك ميديون با ضغط على المدافعين نتاع النجم الرياضي الساحلي أجبرهم باش يلعبوا الكرة طويلة من ثم يربح الكرة الثانية دفاعين ويحاول باش هو زاد يبدا ويربح الكره الثانيه هجوميه. كنشوفوا الصورته ونفهموا شنو بالضبط قاعد نحكي لهنا. شوفوا كيفاش بهاء السلامي عنده الكره يتفاجئ بالضغط نتاع مهاجم شباب القيروان كره طويله دوزيام بال شكون عند الشبيبه القيروانيه من ثم شوفوا باش تواصل هذه الدوزيام بال ديفونسيف ديجا ربحها يعني حاجه مهمه ياسر من شيره اجبر نجم الرياضي الساحلي يلعب الكره طويله من ناحيه اخرى باش يبدا الهجمه نتاعو لكن مش هجمه يعني مش اتاك بلاسي هو بيدو يحب يلعب الكره طويله يحب يلعب في شطر ميدان نجم الرياضي الساحلي وباش يربح الكره الثانيه شبيبه القيروان ويبدا الهجمه نتاعو من منطقه متقدمه. هذه الصوره الاولى باش تاكد في الـ في الـ في الصوره الثانيه نجم نعديو الصوره اللي بعدها لتاكيد الكلامي والشيء اللي لقى فيه شبيبه القيروان نفسه نجم يتعامل به مع المباراه كيف خليو الصوره تمشي فما صوره ولا والله كيف موجوده شاي. موجوده لو نرجع بنجم نفسرها خاطر ما ريتهاش من الاول ارجع له التصويره من الاول خلي يعاود يفسرها والله لهنا كيف شوف النجم الرياضي الساحلي رغم كانت عنده لوبورتونيتي باش يبني الهجمه نتاعه لانه تسرع لعب الكره طويله شوفوا حارس شبيبه القيروان ما يحبش يلعب الكره ما يحبش يبدا الهجمه نتاعه من الخلف يحب يلعب الكره طويله على المهاجمين ومن ثم باش نشوفوا كيفاش لاعبي وسط الميدان باش يربحوا الكره الثانيه ويبدا الهجمه نتاعه في نص ميدان النجم الرياضي الساحلي لهنا اللاعب المتيري وبنجا اللاعب ارتكاز لعبوا دور كبير ياسر في الاستراتيجيه اللي عملها شبيبه القيروان. خليوا الصوره تمشي يمكن هذه من الفرص الكبيره نتاع شباب القيروان في المباراه هذه لازم نجموا نسرعوا الصوره لهنا نشوفوا بنجا اللي هو لاعب ارتكاز كيفاش خلط ويطلب الكره في الاسباس باش ياخذوا ساسي الكره هذيك التسديده اعطت كره على العارض المره الثانيه الدوزيام بال اوفونسيف باش تلقى لاعب من شبيبه القيروان دونك لهنا باش تفهموا شبيبه القيروان كان عنده تفكير معين انه يلعب في شطر ميدان النجم الرياضي الساحلي يربح الكره الثانيه ويكمل الهجمه نتاعه نفس الشيء لهنا بوقره يربح الكره والتسديده نتاعه وهذه اعطت اخطر فرصه بالنسبه لشبيبه القيروان. من ناحيه النجم الرياضي الساحلي كان عنده حل وحيد انه يلعب سور لي ترانزيسيون سورتو يربح الكره يلعب في يعني بوقت قياسي للامام. هذه صوره من الوضعيات اللي تحط فيهم النجم الرياضي الساحلي لكن باش نشوفوا اللي في اخر الصوره النجم الرياضي الساحلي ما عرفش كيفاش يتعامل مع اللي ديكالاج اللي صار وخليوا الصوره تمشي. كانت هجمه لشبيبه القيروان شوفوا باعي التمركز نتاعو في وسط لاعبي المحور باش يربح الكره توت سويت تمريره الاولى
للامام ومن غاديكا باش يبدا الهجمه نتاعو النجم الرياضي الساحلي. قلنا هذا ممكن مع التغيير اللي صار في شبيبه القيروان في الصوت الثاني، اللاعب بنقا خرج، شوفوا لهنا حاج محمود تقريبا مشى 60 متر بالكوره في ثلاثه اربع لمسات فرقه روحه النجم الرياضي الساحلي في المنطقه نتاع شبيبه القيروان، لكن الدارويل هنا اختار الحل ممكن الفردي رغم اللي كانت عنده لوبورتينيتي باش يلعب مع زميله، كانت نجم تكون يعني فرصه مؤكده. هذايا من ناحيه اللاعبين. توا باش نشوفوا التفكير نجم الرياضي الساحلي وسورتو لابور نتاع حارس المرمى البلبولي كيفاش اعطى اضافه كبيره من الناحيه هذه انه يعمل ترانزيسيون رابيد، كانت ركنيه لشبيبه القيروان، باش نشوفوا البلبولي تسويت ياخذ يربح الكوره وباش يبدا الهجمه السريعه نتاعو كيفاش يوجه في اللعب نتاعو. مره اخرى ديكالاج اون برانسيب صار لهنا باش تلقى روحه النجم في وضعيه نتاع ثلاثه ضد واحد لو الديسيزيون ولا الباس كانت صحيحه. الباس نتاع لاعب نجم الرياضي الساحلي مشات صح الحقيقه حسب رايي كانت غالطه باش تحط في وضعيه نتاع واحد كونتر واحد، وقت اللي كانت لو لعب على الجهه اليمنى كان يحط روحه يحط الفريق نتاعو في وضعيه نتاع تسجيل هدف وخليه العمليه تمشي ونجم نتعداو للعمليه اللي بعدها اللي تاكيد على اثر يعني العمل اللي قام به النجم الرياضي الساحلي والتفكير نتاعو سورتو التفكير نتاع البلبولي باش يعطي هدف ممكن الهدف الثاني بنفس التفكير. نعديو اللقطه اللي بعدها باش نشوفوا كانت مخالفه نفس الشيء كانت ركنيه في اللقطه الاولى مخالفه لشبيبه القيروان باش توفى العمليه، لكن شوف البلبولي نركزوا على البلبولي والتفكير نتاعو وسرعه التفكير نتاعو كيفاش طلب الكره بسرعه حتى وباش يعمل باس نتاع 60 متر. الباس هذه هي باش تعطي الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي باش تفهم التفكير نتاع الفريق بتمريره بركه النجم القاروحه في وضعيه نتاع خمسه ضد اربعه النجم نسرعوا العمليه باش تفهم اللي قيمه لهنا حارس المرمى في اللي ترانزيسيون موش اللاعبين بركه نجموا يعملوهم حتى حراس المرمى. والبلبولي الحقيقه كان متميز البارح لهنا التمريره خبره عاده كبيره خبره كبيره جوغ كاد اختوى في الاطوال يعني نورمال. كيفاش قرا سيتياسيون وكره كانت يعني هجمه للشبيبه لهنا رغم الحقيقه العريبي التمريره نتاعو ما كانتش في الوقت الصحيح لكن تصلحت ونفس العمليه هي اللي جابت الهدف الثاني نتاع النجم الرياضي الساحلي. دونك لهنا تفهم تفكير كل فريق. شبيبه القيروان لعب على حسب امكانياته يظهر لي انه يلعب الكره طويله يربح الدوزيام بال. النجم الرياضي الساحلي ما لقاش اللعب ما لقاش كيفاش يبني الهجمه نتاعو يعني توخى استراتيجيه انه يربح الكره ويلعب بسرعه يعني فير لافون وهذا اللي اعطاه اون فان انتصار اللي حسب التفكير وحسب معطيات المباراه ما كان سهل لكن الملاعبيه والذكاء نتاعهم والفتنه نتاعهم اعطاوا الثلاثه نقاط للنجم الرياضي الساحلي. يعطيك الصحه. قبل ما نمشي نحكي معك انت على الجي اس كي عربي كلمه على المدرب روجي لومير باش يجي مش باش يجي، هل من السهل على شبيل يعمل وهو يعرف انه فما مدرب باش يجي ياخذ بلاصته؟ صحيح. صحيح. قبل ما نحكي على روجي لومير نحب لمجد شفناه في الشبيبه القيروانيه الملعب اليوم حاله ممتازه جدا هذيك علاش شفنا برشا لعب. بالنسبه لروجي لومير نتصور مقيد باش تسكر القوسين نتاعو لانه الحكايه طولت برشا فما حد في النجم يساعده كونه الموضوع يطول اكثر من اللزوم. كما قلت نوفل شبيل ما ينجمش يخدم ويعرف اللي هو مدرب مؤقت وفما مدرب اخر باش يجي. زاد التململ والتردد نتاع روجي لومير خلى الموضوع معناها يخرج حتى على الاطار الرياضي نتاعو اليوم وكانه فما رفض مغلف من روجي لومير. كل مره يقول النجم الرياضي الساحلي باش نجي في 24 ساعه 48 ساعه. تصريح رضا شرف الدين يقول اسباب صحيه خلته يتخلف. اي اسباب صحيه روجي لومير صحيا ما عادش قادر باش يدرب النجم الرياضي الساحلي وما عادش قادر باش يدرب حتى فريق لانه شوف انت روجي لومير اذا ما دربش في النجم يكون في حاله بطاله كرويه. يعني ما ينجمش يكون هو لهنا يجي ياخذ الروتريت نتاعو. نعرف الناس كل هو المدرب ممتاز وحقق مع النجم القاب وقدم معاه مستويات ممتازه لكن اليوم حان الوقت في النجم الرياضي الساحلي باش يخموا في مدرب اخر ياخذ المشعل كسوا شبير ولا غيره والمهم نطويو صفحه لومير ونتعداو لطاب اخرى. به كابتن جي اس كي وضعيه حرجه نفس سيناريو السنوات الاخيره قاعد يتعاود. بارك الله فيك. تتكرر السيناريو بالنسبه ليها بالنسبه لحملم بالنسبه للناس الكل. توا انا نشوف فما بطوله في قاع الترتيب اللي هي بين اتحاد التوين وحملم ونجم المتلوي ونادي بنزرت شباب القيروانيه. شباب القيروانيه عودتنا يا خويا للسنوات اللي فاتت ازمه وراء ازمه وكان تعقلوا هكا العام لي غريف تاع الملاعبين ويربحوا يا متر معناها سوء التناقض تبقى اللي يحز في نفسي انا قروان معناها كانت تكون معناها عندها منجم تاع ملاعبين بيبينيير كانت منجم تاع ملاعبين عندها
مفروض هي اللي توزع الملاعبيه على الفرق اللي بحذاها يعني. وانا مره اخرى قلت عندها دو ستاد نجم اختها جايه معنا سي المغرب وهذه قروينا عندها دو ستاد واحد تعملوا سون دو فورماسيون الاخر تعمل فيه. دونك مع الازمات الماليه المتكرره مع تغيير مدربين شيء غريب مع برشا حوايج توا عولوا على المنتوج المحلي. والسؤال المطروح بالنسبه للقروين وحتى بالنسبه للتوال، هل هذا المنتوج المحلي التعويل عليه هو ضروري او استحقاق؟ اذا ضروري انا اتمنى ان اكون استحقاق وليدات هذوما، خاطر راهو المستقبل توا الفرق هو في وليداتهم وفي المنتوج نتاعهم، خاطر مع الكوفيد ومع الازمه الاقتصاديه اللي تعاني معها الناس الكل بقى. وهذا معناه سوري با بروبر على جيسكا معناها للفرق الكل. لكن اللي لاحظوها رجاء سامحني بإيجاز وأنه كيفاش عديت الكورونا ريناهم في الويكاند هذا. الفرق اللي عانات وقت الكورونا ريناها في بعد رجوع البطولة وأنها تعب ياسر. جيسكا كان يحكي عليها خالد عملت ميتون هكا وحضرت نتاع ميتون بالجرافات في ساقيهم ميتون. النادي البنزرتي ازمات ازمات رجع بالسيف. النادي الرياضي اللي حمام الف ازمات ازمات وانت تعرف وانه اضرابات الى اخره. بطبيعه الحال كيفاش عديت الكورونا دونك بالنسبه لي انا معلش اضرابات كابتن لا مش اضرابات معناها الاشكاليات هو يسمع اذا اذا لا مش اضرابات معناها جيسكا معناها اشكاليه كبيره. النادي البنزرتي ما رجعوش ما رجعوش. المهم بالنسبه لي نحن ان الشبيبه القيروانيه اللي هي منجم الملاعبيه معناها تشوف الفرق الكل 14 فريق تقم لاعبيه نتاع الشبيبه. اذا اليوم وكانه هالكنز هذايا قاعد باش يفنى باش ينتهي. ملاحظه فقط على شبان النجم الرياضي الساحلي بربي يزيونا ما نحاربوش كلومير خاطر فعلا ولات نحاربوش وكانه مسكن لومير. اور لومير بيدو ربي يطول في عمره ومدرب قدير والتوانسه الكل نحبوه جاب لنا اول كاس افريقيه. هو بيدو يسحق حربوش هو بيدو لازم يرتاح هو بيدو لازم يرتاح. رينا ملاعبيه هكا ما تفرجتش في النجم في وسط الميدان فما ملاعبي اسمه الحاج محمود محمود معناها ملاعبي من مستوى معناها رب ذرة النافعة بن عمر جديد رب ذرة النافعة كان مش يخرج بلاش من النادي الساحلي. شوف الملاعبية شوف عندك علاش نحكي على الكنز ديما عندك كنوز ما تفيق بيهم كان وقت الضرورة اور انت تنجم تستعملهم. اذا خالد كي عندك سونتر دو فورماسيون عندك كنز يلزمك تستغله ويلزم الاموال بربي هذا كوليبالي ب 4 مليارات ولا شنو انا تفرجنا وانا شفنا لما هو التوجه في المرحله هذه سياسه التشبيب للنجم الساحلي ولكن توجه التعويل على شبان توجه الضروره وليس توجه انا اتمنى انه استحقاق واستعراف معناه يستعرفوا بقيمه الملاعبيه الشبان هذوما. يلزمهم كي تستعرف انت بقيمه الملاعبيه تزيد تعطيهم حافز. اما كي الشاب تحب تلعب وتقول له راهو لعبتك عند الضروره كي يجي الاخر تلقى بلاصتك لا. ليتوال دو ساهيل لو سون دو فورماسيون يصرفوا عليه 3 مليارات ونص يمكن. اي خويا ماهوش ضروره راهو في النجم الساحلي شو خيار لا تو نشوفوه بعد ما هو خيار يعني النجم ماهوش ممنوع من الانتداب او سياسه انتهجتها الهيئه المديره خيار من رئيس النادي شو معناتها انا ضروره ما مش نقلصوا ماكل اجور اكل منتفخه ما نخلي في العالم اجمع راهو اللي جروس سالير هذوما كلهم مش دونك شو يقول لك انا اخوي اللي جروس سالير ما عادش نجم نعمل عليهم ال 100 وال 150 مليون في الشهر وعندي وليداتي وعلاش لا وليتوال في الماضي وريت اللي هز اللي ربحت ربحت الاهلي في الاهلي بشبانها وعلاش لا مره اخرى ما تعودش. وانا نشاطرك الراي بربي بكل احترام يسي لومير بربي عملوا على المنتوج انتم عملتوا على المنتوج تاع ملاعبيه عندكم مدربين تاعكم لوكو في سوسه عملوا عليهم. وعلى ذكر مركز التكوين حتى الجي اس كا بعد زياره رئيس الجامعه واعاده احياء مركز التكوين اكيد انه مش تعاود تصدر برشا ملاعبيه للبطوله والطعم ايضا للفريق لول وترجع الجي اس كا لياماتها اللي نعرفوها. نمشيو مع الماتش الموالي وجمعيه اخرى زاد هي تعاني وازمه كبيره اسيا بي الى ملعب البسيري وين استقبل اتحاد بنقردان. المباراه انتهت بالتعادل وقسمت اخيان حضروها امير الزيتوني انيس الزواوي وكثير الدخلاوي.